عشرات القتلى والجرحى في قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي في غزة. الجيش الإسرائيلي يقول إنه فكك بنية حماس العسكرية شمال غزة، والتركيز الآن على تفكيك بنيتها وسط وجنوب القطاع. أنباء عن تعقيدات في مفاوضات إطلاق المحتجزين وجهود التوصل لاتفاق مع حماس بعد مقتل العرور في بيروت. إسقاط مسيرة أطلقت من مناطق الحوثي في البحر الأحمر، وباريس تحث إيران وحلفائها على وقف أعمالهم المزعزعة للاستقرار. أسعد الله صباحكم مشاهدينا وأهلا بكم إلى هذه النشرة الإخبارية. إذ أفادت وسائل إعلام فلسطينية بمقتل 21 شخصا وإصابة نحو 50 جراء قصف إسرائيلي على منزل في خان يونس ومدرسة تابعة للأونروا في مخيم المغازي وسط قطاع غزة. ووفق المصادر فإن طائرة مسيرة أطلقت النار بكثافة على منازل وشوارع في المخيم بالتزامن مع قصف من الطائرات الحربية وإطلاق نار مكثف من المدفعية قرب مدخل المخيم على شارع صلاح الدين. من جهة أخرى أفاد شهود عيان أن حريقا اندلع شرق مخيم أنصيرات جراء تواصل القصف الإسرائيلي، كما شنت طائرات حربية غارات على منطقة تل الزعتر ومدينة دير البلح، ما أدى إلى مقتل وإصابة عدد من المواطنين. أفاد المركز الفلسطيني للإعلام اليوم الأحد باندلاع اشتباكات مسلحة بين فلسطينيين وقوة إسرائيلية اقتحمت مدينة جنين في الضفة الغربية. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. قال المتحدث باسم الجيش الإسرائيلي أفيخاي الدروعي إن الجيش أكمل تفكيك الهيكل العسكري لحركة حماس في شمال قطاع غزة. وأضاف الدروعي أن أحد أهداف الحرب على غزة هو تفكيك حركة حماس وقدراتها العسكرية التي تم بناؤها على مر السنين، موضحا أن الجيش الإسرائيلي استهدف القواعد التي أنشأتها حماس داخل المستشفيات مثل كمال عدوان والمستشفى الإندونيسي. وذكر الدروعي أن الجيش سيواصل عملياته في قطاع غزة، مؤكدا أن الأمر يتطلب المزيد من الوقت. بالمقابل نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن المتحدث الآخر باسم الجيش الإسرائيلي دانيال هاجاري القول إن الجيش يركز حاليا على تفكيك هيكل حماس في وسط وجنوب قطاع غزة. كما أكد هاجاري مقتل قائد كتيبة أنصيرات في حركة حماس ونائبه في غارة جوية. وبكخ لفجوة بمعركة بيكود وشليتاشلو. نضرب التسلسل القيادي لحركة حماس. الهجمات في جباليا استهدفت قادة الكتائب وقادة اللواء. أحمد الغندور الظاهر في الصورة هو قائد هذه المجموعات في شمال غزة، وتم استهدافه مع كثير من القياديين. you
أكد محمود الهباش مستشار الرئيس الفلسطيني أن الرئيس محمود عباس سيتوجه إلى القاهرة للقاء نظيره المصري عبد الفتاح السيسي من أجل بحث سبل وقف الحرب في غزة. وشدد الهباش على أن بحث اليوم التالي للحرب لن يتم ضمن لقاء عباس والسيسي، مشيرا إلى أن الحديث فيه سابق لأوانه. كما أكد الهباش على أن الأولوية الآن هي لوقف الحرب، وليس من الصواب مناقشة النهاية قبل البداية. وحول وجود خطة فلسطينية لليوم التالي للحرب، قال الهباش: لا يمكن أن نقبل بأي حديث عن مستقبل قطاع غزة دون الضفة، ولا مستقبل الضفة دون غزة، مضيفا أن هذا الموضوع شأن فلسطيني وعربي ويحتاج لجهد دولي. كشف وزير الخارجية الأمريكي أن تركيا أعربت عن استعدادها للقيام بدور بناء للتوصل إلى السلام في المنطقة ومنع اتساع رقعة الصراع في الشرق الأوسط. وأضاف بلينكين قبل سفره إلى العاصمة الأردنية عمان أنه بحث أيضا في تركيا وضع غزة في اليوم التالي للحرب. تركيا أعربت عن استعدادها للقيام بدور بناء ومحاولة التوصل لمسار نحو السلام والأمن الدائم. لقد أعربت عن استعدادها لاستخدام نفوذها وعلاقاتها مع دول المنطقة لبذل كل الجهود الممكنة لمنع اتساع رقعة الصراع. الوقت ما زال عصيبا في المنطقة، نركز على منع اتساع رقعة الصراع، كذلك نبحث ما يمكن فعله لحماية المدنيين وإيصال المساعدة الإنسانية إلى غزة. الكثير من الفلسطينيين قتلوا وعدد كبير جدا ما زال يعاني من ظروف صعبة. سنركز على الخطوات اللازمة لضمان أن لا يتكرر 7 أكتوبر وأن نكون على مسار مستقبل آمن للجميع. بحثت في تركيا وضع غزة في اليوم التالي للحرب. سنبحث مع الشركاء استعادة مسار السلام في المنطقة. المهمة صعبة، لكن سنواصل الجهود للتهدئة. تهديدات الحوثيين للملاحة ستساهم في رفع أسعار السلع. تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية جولة إلى الشرق الأوسط اليوم الأحد لبحث جهود إنهاء الحرب في غزة وعدم توسع الصراع إلى لبنان. وتبدأ الجولة من إسرائيل والأراضي الفلسطينية ثم مصر ولبنان، حيث تحمل معها رسائل محددة خاصة للطرف الإسرائيلي. تبدأ وزيرة الخارجية الألمانية أنالينا بيربوك جولتها الرابعة إلى الشرق الأوسط منذ عملية 7 أكتوبر. الجولة تبدأ في تل أبيب، حيث ستلتقي بيربوك بنظيرها الإسرائيلي الجديد إسرائيل كاتس والرئيس هيرتسوك قبل أن تنتقل إلى الأراضي الفلسطينية للقاء نظيرها الفلسطيني والرئيس محمود عباس، ثم ستسافر إلى مصر حيث ستلتقي بنظيرها المصري، وبعدها لبنان لبحث جهود منع توسع الصراع. مجموعة من الرسائل تحملها معها بيربوك خاصة لإسرائيل، حيث ستنتزع من الحكومة الإسرائيلية التزاما بحل الدولتين وبعدم إعادة احتلال قطاع غزة وعدم تهجير سكانه. وفي الجانب الفلسطيني ستشدد بيربوك على ضرورة توحيد الصف الفلسطيني لبحث مستقبل غزة بعد انتهاء الحرب.
نقل موقع أكسيس عن مسؤول قطري ومصدر إسرائيلي أن الدوحة أبلغت عائلات 6 من المحتجزين في قطاع غزة بأن جهود التوصل إلى اتفاق تبادل للأسرى أصبحت معقدة بعد مقتل صالح العاروري نائب رئيس المكتب السياسي لحركة حماس في لبنان. ونقل الموقع عن المسؤول القطري القول إن بلاده تطلع بدور الوسيط لكنها لا تسيطر على حركة حماس التي باتت صعوبة الحفاظ على قنوات الاتصال معها تتزايد بسبب تصعيد القصف الإسرائيلي على غزة. نشرت شركة ماكسار الأمريكية المختصة في خدمات الأقمار الصناعية صورا تثبت نزوح آلاف الفلسطينيين إلى رفح جنوب قطاع غزة. الصور كشفت ارتفاع الكثافة السكانية في منطقة رفح عبر نصب المزيد من الخيام والأبنية الجديدة منذ بداية الحرب جراء نزوح عشرات آلاف الفلسطينيين إلى منطقة وسط غزة وجنوبها. أعلنت منظمة أطباء بلا حدود إجلاء موظفيها وعائلاتهم من منطقة مستشفى الأقصى في وسط قطاع غزة. وقالت المنظمة في بيان إن الإجلاء جاء بعد أيام من قصف مدفعي على وسط القطاع ومنشورات تضمنت أوامر بإخلاء الأحياء المحيطة بالمستشفى. وأكدت منسقة الطوارئ في المنظمة أن إسرائيل ملزمة بموجب القانون الإنساني الدولي بحماية المرضى والموظفين الذين ما زالوا يعملون في المستشفى، موضحة أن الوضع أصبح خطير جدا لدرجة أن بعض الموظفين لم يتمكنوا من مغادرة منازلهم بسبب التهديدات المستمرة. قال المتحدث العسكري الإسرائيلي دانيال هاجاري إن قاعدة للجيش الإسرائيلي في الشمال تعرضت لقصف صاروخي من قبل حزب الله اللبناني دون وقوع إصابات، مشيرا إلى أن الجيش الإسرائيلي استهدف عناصر حزب الله ومستمر في استهداف مواقعه. أنا רוצה גם להתייחס ليمامة أخرونة شايتها بالصفون. بالنسبة لحزب الله أطلق صواريخ استهدفت قواعد لجيشنا، لم تكن هناك إصابات في صفوف قواتنا، ونحن قضينا على الخلايا الإرهابية التي أطلقت النيران وهجمنا عدة أهداف عسكرية، وسنواصل الدفاع والهجوم في الجبهة الشمالية. أعاد الجيش الإسرائيلي نشر نظام رادار محمول جوا لرصد المسيرات والصواريخ بعيدة المدى على الحدود مع لبنان وفق صحيفة هآرتس. النظام الذي يحمل اسم سكايديو أعيد نشره في شمال إسرائيل بعد خروجه عن الخدمة لعام ونصف إثر تعرضه لأعطال جوهرية
لكن إعادته للعمل تعقب تلقي قطعا جديدة له من الولايات المتحدة. شدد مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل على ضرورة تجنب جر لبنان إلى نزاع إقليمي. كلام بوريل جاء خلال زيارته إلى بيروت والتي شملت لقاءات مع ممثلين من حزب الله. في وقت تتزايد فيه وتيرة التصعيد جنوبي لبنان، تتكثف الاتصالات واللقاءات والمساعي لسحب فتيل التوتر. زيارة الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل وتصريحاته تقاطعت مع المسؤولين اللبنانيين الذين التقاهم، والتي شددت على ضرورة الالتزام بالقرار الدولي 1701 باعتباره المدخل الوحيد لاستقرار الوضع جنوبا، مع مطالبات لبنانية بضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة. وكانت وفود دبلوماسية قد سبقت هذه الزيارة وستليها أخرى، ما يكشف المخاوف الدولية من تداعيات أي حرب في لبنان على المنطقة برمتها. هذا الحراك الدبلوماسي يتزامن مع استمرار التوتر على الحدود جراء القصف المتبادل. أعلنت القيادة المركزية الأمريكية أن مدمرة أمريكية أسقطت مسيرة قرب سفن تجارية في جنوب البحر الأحمر. وقالت القيادة الأمريكية في بيان أن المسيرة أطلقت من مناطق سيطرة الحوثيين في اليمن، مشيرة إلى عدم وقوع إصابات أو أضرار. قالت وزيرة الخارجية الفرنسية كاثرين كولونا إنها أبلغت نظيرها الإيراني بمخاوف اندلاع صراع إقليمي في الشرق الأوسط، مضيفة أنه على طهران ووكلائها التوقف فورا عن الأنشطة المزعزعة للاستقرار في المنطقة. تواصل البرازيل ملاحقة حزب الله اللبناني على أراضيها إثر رصد محاولاته لتجنيد عدد من الأفراد. ووفق صحيفة لوفيغارو الفرنسية، فإن حزب الله يسعى لتوسيع شبكات تمويله والقضاء على أهداف خارجية معينة. مثلث الرعب الحدودي شبح يطارد أجهزة الأمن في ثلاث دول بأمريكا اللاتينية. رعب ارتدى عباءة حزب الله وخلاياه النشطة والنائمة، لا سيما في البرازيل. حصالة الحزب إن صح التعبير تملأها شبكات موزعة على الأراضي البرازيلية مخصصة لتمويل أنشطته ودعم بنيته التحتية هناك وفي لبنان. غير أن تحركات حزب الله في البرازيل رصدها مجهر السلطات الأمنية لتتكشف معلومات عن سعيه إلى تجنيد أفراد من أجل القضاء على أهداف في الإكوادور وكولومبيا وبوليفيا. خلية ناشئة لحزب الله تم اكتشافها على أراضي البرازيل في نوفمبر الماضي. ثلاثة رجال يحملون الجنسية البرازيلية تم استجوابهم ليتبين أنهم قاموا بزيارات متزامنة إلى لبنان للقاء مسؤول تنفيذي أو أكثر في حزب الله، فيما يتمثل هدف العملية الرئيسي برجل رابع نجا حتى اللحظة من قبضتهم. أوجه تشابه مقلقة أظهرتها اعترافات الرجلين اللذين يملكان سجلا حافلا بجرائم العنف والإتجار بالمخدرات، إذ نفيا وجود معرفة أو صلة بينهما، وأكدا الذهاب إلى لبنان من دون معرفة مسبقة بلقاء أعضاء من حزب الله. قضيا الليلة الأولى في فندق متهالك قبل نقلهما إلى منشأة فخمة ساحلية مدفوعة النفقات، ثم اقتادهما مسلحون بعد تجريدهما من الهواتف والساعات الذكية لمقابلة المسؤول الذي دارت أسئلته حول قدراتهما على القتل. هذه المعلومات تتزامن مع محاولة حزب الله توسيع شبكة سرية دوليا أساسها خلايا نائمة جاهزة للعمل، تشرف عليها خلية 910 المسؤولة عن مهامه الخارجية. إلى السودان، حيث أعلنت قوات الدعم السريع أنها أسقطت طائرة حربية للجيش من نوع ميج في منطقة شرق النيل بالخرطوم.
ضربوها ضربوها. اسقطوا. هاي. أعلن المجلس الأعلى لقبائل ومدن فزان بالجنوب الليبي دعمه للمعتصمين في حقل الشرارة النفطي، وطالبهم بتشكيل لجنة حوار للتواصل مع الجهات ذات العلاقة لتحقيق مطالب وحقوق الأهالي. ونفى المجلس الأعلى الاتفاق على عقد اجتماع مع حكومة الوحدة الوطنية في طرابلس، مؤكدا أنه تم التواصل مع وزير النفط لنقل مطالب الأهالي إليه. وأكد المجلس في بيان أن القاعدة الشعبية في فزان من البسطاء والمحتاجين للقوت والوقود والغاز هي المسؤولة عن قرار إغلاق حقل الشرارة النفطي. كثفت القواعد الروسية عملياتها العسكرية في مقاطعة دونيتسك وانتقلت من وضعية الدفاع إلى الهجوم، خصوصا مع تراجع الدعم العسكري الغربي لأوكرانيا، وذلك من أجل توسيع سيطرتها على المقاطعة وإبعاد الخطر الأوكراني عن دونيتسك. لا يتوقف القصف الروسي على مقاطعة دونيتسك، خاصة على المدن المتاخمة للعاصمة دونيتسك والتي يسيطر عليها الجيش الأوكراني. روسيا تحاول توسيع نفوذها على هذه المناطق كأفديفكا، حيث أعلن الجيش الروسي سيطرته على 250 مترا إضافية في منطقة المصانع جنوب شرقي أفديفكا. أفديفكا التي تتمركز فيها القوات الأوكرانية وتستهدف قلب مدينة دونيتسك يوميا بالصواريخ والقذائف، ما يخلف قتلى وإصابات. وبينما تتواصل المعارك بين الجيشين شمالي المقاطعة حول باخموت أطراف مقاطعة خاركوف، وجنوبا أطراف مقاطعة زاباروجي، يقول مراقبون أن ذلك دون تطور ملموس على الأرض. إحياء الذكرى السنوية الثالثة للهجوم على مبنى الكابيتول تحول إلى معارك كلامية واتهامات متبادلة بين المرشحين الأساسيين في الانتخابات الرئاسية لعام 2024، إذ وصف الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب الرئيس الحالي جو بايدن بأنه تهديد للديمقراطية، وذلك ردا على ما قاله بايدن في خطابه الذي اعتبر فيه ترامب مدمرا للديمقراطية الأمريكية. في الذكرى الثالثة لاقتحام أنصار الرئيس السابق دونالد ترامب مبنى الكابيتول، حرص المرشحون الرئيسيون للانتخابات الرئاسية لعام 2024 على تبادل الاتهامات بتهديد الديمقراطية الأمريكية. الرئيس بايدن اختار موقع يحمل الطابع التاريخي ليلقي كلمته، موقع كان شاهدا على تنازل جورج واشنطن أحد الآباء المؤسسين عن منصبه طوعا من أجل تعزيز الديمقراطية والانتقال السلمي للسلطة في الديمقراطية الوليدة آنذاك. أراد بايدن من خلال هذه اللفتة تذكير الأمريكيين بتصرفات ترامب الذي استمر في الاعتراض على نتائج انتخابات 2020. أما الرئيس ترامب سارع إلى الرد على اتهامات منافسه، واصفا تصريحاته بأنها ترويج للخوف المثير للشفقة، واتهمه مرة أخرى باستخدام القانون الفيدرالي ووزارة الدفاع لتصفية خصومه السياسيين. من النادر توجيه اتهامات خطيرة لمنافسين أساسيين في الانتخابات، لكن المناورات المبكرة التي قام بها بايدن وترامب تشير إلى أن الانتخابات المقبلة ستشهد معركة كبيرة حول عنوان أساسي واحد يتمثل بمدى استمرارية نظام الحكم في البلاد الذي يبلغ عمره ما يقرب من 250 عاما. في الختام مشاهدينا أقدر متابعتكم، أنا رولا الخطيب والحدث دائما لحظة في لحظة، إلى اللقاء.